دي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. وقبل ساعات قليله من المواجهه المرتقبه ما بين المنتخب التونسي والمنتخب الدنماركي في مستهل مباريات المجموعه الرابعه، يسعدنا ان يكون معنا الناقد الرياضي التونسي الاستاذ احمد الخميري. ابو حميد، طمنا عن اخر استعدادات المنتخب التونسي لمواجهه الدنمارك غدا ان شاء الله. طبعا الفريق التونسي سيجري اليوم اخر حصه تدريبيه قبل المباراه. كان قبل قليل قدم المدرب صحبه اللاعب عصام الجبالي ندوه صحفيه، قدموا فيها اخر المعطيات واخر المعلومات عن المنتخب التونسي والتحضيرات، وان شاء الله نقولوا احنا المباراه في ان شاء الله يكون حظوظنا وافره، وان شاء الله يكون من حظنا الانتصار ان شاء الله. شايف ازاي حظوظ المنتخب التونسي في هذه المجموعه الصعبه اللي على راسها المنتخب الفرنسي صاحب الفوز في النسخة الماضية من كأس العالم روسيا 2018؟ والله الحظوظ متوفرة كما نقولوا احنا بالتونسي، الجرينتا هي اللي مش تكون حاكم، يعني اذا اللاعبين يكونوا حاضرين يكونوا مركزين في يومهم بعون الله نقدر نجيب نتيجة ايجابية ونقدر نقدم مستوى متميز ان شاء الله. احمد، هل استقر جلال القدري على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الغد امام الدنمارك؟ التشكيلة ليست مستقرة، ولكن هناك بعض المعلومات أنه الدفاع سيكون دفاع بثلاثة لاعبين في الدفاع، ممكن فما إمكانية مشاركة اللاعبين الذين يشتغلون في الدوري الدنماركي اللي هو عصام الجبالي من فريق أودينس وأنيس بن سليمان من فريق بروندبي، هما اللي ممكن يكونوا موجودين نظرا لأنهم مطلعين على البطولة الدنماركية ومتابعين لها وناشطين فيها. هل هناك إصابات في صفوف المنتخب التونسي خاصة البشير بن سعيد الحارس الثاني في صفوف نسور قرطاج؟ صحيح، هو بشير بن سعيد كان تعرض لإصابة خلال أحد التدريبات، كانت هناك معلومات أو شائعات تقول أنه ممكن تم تعويضه، لكن الإطار الطبي خير أنه يبقى مع المجموعة ويلتحق يمكن في المباراة الثانية أو على الأقصى تقدير المباراة الثالثة يكون موجود مع المجموعة ويكون جاهز إن شاء الله.